ايوه جاي اهو يا مجاهد. لهو عليك. ايوه يا مجاهد. مساء الخير يا مدام. وربنا لسه يا مجاهد، لسه ما اتمدمتش. حسام بيبعت الحاجات دي. قال لي ادخل يا مجاهد. واقف ليه؟ ما ينفعش، التعليمات عندي ان احط الحاجات دي على الباب لحضرتك. حضرتي؟ يعني اول مره في حياتي حد يقول لي حضرتي. انت حلوه قوي. بتقولي حاجه حضرتك؟ بسال. قال انت منين يا مجاهد؟ انا من البدرشين. اجدع ناس. شوف اني ما نعرفوش حد من هناك، بس الجواب بيبان من عنوانه. شكلك جدع وابن حلال. ربنا يعزك يا ست الكل. لا، وابن بلد وتفهم في الاصول. انا خدام الباشمهندس واللي يجي من طرف الباشمهندس. حلو قوي. يعني يا مجاهد لو قصدتك كده في مشوار نروحه مع بعض من غير ما حد يدرى وفي السريع كده وكله بتمنه، هتعمله معايا ولا تجيب مرشدير بقى وتقول لي اصل وفصل؟ المشوار ايه حضرتك؟ يعني هروح لحد الدقي كده، سايبة أمانة عند واحدة معرفة، هنروح نشوفوها ونرجعوا على طول من غير ما حد يحس. طب ازاي؟ والباشا حاطط كاميرات في كل حتة في البيت. كاميرات؟ ده نسيت موضوع الكاميرات ده خالص. يعني زمان شايفني يعني كده واني باخد ودي معاك في الكلام؟ غور يا مجاه، انت رغاي قوي. غور إيه؟ غور. انا مالاني؟ اهدى، ده الراجل ممكن يشك في اخلاقي. تفنيلة. أنا مش مصدق. يعني منار عايشة؟ سيدي لو أنا بكذب عليك أمال الكاميرات بتقول إيه؟ الكاميرات بتقول إنها عايشة وزي الفل. هي منار عايشة بس هي مش زي الفل يا عمر. منار تعبانة قوي، وأنا جاي لك في الطريق كلمت دكتور صاحبي وشرحت له حالتها والكلام اللي هي بتقوله. طيب وقال لك إيه؟ قال إن هي عندها أعراض انفصام. منار تعبانة قوي محتاجة علاج، بس أنا ما أقدرش آخد الدكاترة عندي في المزرعة. منار دلوقتي تعتبر هربانة، بليز بدور عليها. صح. تعالى نكمل كلام احنا في الطريق. فين طريق فين؟ ايه هو احنا مش هنروح لها؟ نروح لها فين يا عمر؟ انت عايز تقبض عليها؟ انت 100% متراقب. هم عارفين انها ملهاش غيرك، ولو هربت اكيد هتجيلك. طب ما انت كمان اكيد رئيس امبارح اشترك فيك، فممكن. ما تخافش عليا، انا بعرف اتصرف. المهم دلوقتي تديني اسماء الدكاتره اللي كانت بتعالج عندهم، وعايز ارقامهم. منار لازم تكمل علاجها وتاخد الدواء في مواعيده. وكمان محدش يعرف مكانها ولا يعرف انها عايشه. بس انا ما اعرفش اسامي وعناوين الدكاتره اللي بتعالج عندهم. يعني هيبقى ليك حق لو قلتهم. ازاي يا اخوات؟ انا عارف اني قصرت معاها، هي كمان بعدت عني بعد ماما الله يرحمها. بس والله العظيم والله العظيم انت ما تعرف انا كنت بتقطع ازاي من جوايا لما كنت شاكك انها لا. يلا الحمد لله انا بخير. المهم دلوقتي يا عمر مفيش مخلوق يعرف انها عايشه. اكيد طبعا، مش هقول لاي حد، حتى مراتك. ليه؟ انا مش عايز مخلوق يعرف لحد ما يجي الوقت.